انا كطبيبه نساء والتوليد وطنك جينيكولوج، يعني ننصح المرأة الحامل وكان يعني بسسوه عندها لي فاكتور دو ريسك او نو، استادير المراه اسكو عندها لي زونتيسيدون تاعها، يعني باباها يعني بوكو بلوس الاقارب لي بروش، الام او الاب عندهم سكر في لا فامي، ننصحهم انهم يتجهوا عند لو جينيكولوج لاتخاذ بعض النصائح. كما قلت لك هذه النصائح مش شرط تكون عندها يعني في العائله ليش وكان امراه ليش ما عندها والو، لانه الحمل في حد ذاته سيت ان فاكتور دو ريسك. راهو المراه ما على بالناش كيف راح يستجاب الجسم تاعها لهذا الحمل، ولهذا انا ننصح النساء يتبعوا ليس حميه غذائيه مش ان ريجيم، باسكو لو مو ريجيم نورمالمون درك عندنا ما نمبلويوهش، يعني ما عندناش نستعملوه لانه راح يكون هاد لو مو ان اغريسيون لو مالاد، صدير المريض يحطوا بلي راح يدير ان ريجيم في فتره معينه ومن بعد خلاص، دونك يحرم نفسه في فتره معينه ومن بعد خلاص، دونك هذاك الحرمان راح يكون ضار. صحيح انه رايح في الفتره هذيك رايح يساعد على نقص في الوزن. زيد فضلك. شكرا سيده يحيوي. احنا كمجتمع مدني وكممثله مستشاره ولائيه للصحه في المجتمع المدني، احنا بمثابه همس توصل بين المرضى وبين القطاع وبين التعليمات اللي راح يستفاد بها المريض من داء السكري. تما احنا رايحين جبنا المرضى لهنا، نسقنا مع الطاقم الاداري مع الطاقم الطبي وباش يتاخذوا معلومات، جبنا اطباء اخصائيين باش يمدوا الافاده للمريض. دكتوره هلالي نجاة، رئيس المجلس الطبي لمستشفى الاخوه الطبال، هنا رانا نغتنموا هذه الفرصه اللي هي احياء اليوم العالمي لمرضى السكري، نغتنموها لاعاده بعض الخدمات السابقه التي كان يقوم بها مستشفى النهار بنفس المستشفى، وهي خدمات المريض السكري بجميع جوانبه وجميع تعقيداته، اللي كانت قبل فتره كانت انتيغومبي، كانت شويه متقطعه بسبب جائحه كوفيد. دونك رانا اون روبري درنا اون بروفيتي اوسي بور فار دي ترافو دو ريابيليتاسيون، دونك لو سيرفيس رانا عاودنا عدلناه، درنا له لمسات جديده ودرنا له حوايج جدد، اون رينوفي وعصرنا، عطينا الكوتي عصرنا شي مليون، اون اوسي ايكيبي ليكيبمون نيسيسار. هنايا تو الموند tout le monde est mobilisé pour une meilleure prise en charge du patient diabétique. Alors, le jour mondial هذا راهو justement يتصف بزياده في زياده مقلقه نقدروا نقولوا في عدد المصابين بمرض السكري، حيث كانت في 2005 النسبه 12% راهي ارتفعت في 2021 الى 14.4%، وهذا ما على مستوى الجزائر. هذا ما يمثل أكثر من 3 ملايين. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.